عاد العد العكسي من بعد الانتظار قرر عن نفسي بنفسي بإيدي آخد قرار اخلق من حزني ويأسي من حبس الانكسار كسر حيطاني وشمس تضوي عني المدار عم يبدا العد العكسي لا عمر وشكل جديد لا بكرة يقرر عني ولا قدر اللي بيريد لا اشكي الحظ طال ولا هالقلب الوحيد غرق زوايا امسي يا هالجرح العميق وبعيش حياتي لاول مره حلوه وسعيده مجنوني حر لو حارسلها بايدي ما بندم على الماضي بندم على ألو مساء الخير دكتورة ندى معك المحامية ليلى ثابت أنا بعتذر عن تلفن أول شي بهالوقت متأخر بس حبيت حطيك بصورة تما تتفاجئي بكرة رح يتصلوا فيك من الطب الجنائي واستدعوك للتحقيق عفوا بتذكريني بس بحضرتك بس حتى أفهم عن شو عم تحكي أنا ليلى صديقة نايا مريضتك أنا مش من زمان عملتي لها عملية إجهاض بتتذكري؟ أهلا أهلا شو؟ طمنيني عنا صاير شي جديد؟ ما سمعت بخبر انتحارها دكتورة؟ مدام نايا انتحرت؟ شو الخبرية؟ وكيف؟ غرقت حالها لا أكيد لا يا خسارة غريب دكتورة ما توقعت تفاجأ لهالدرجة كيف ما بدي اتفاجأ؟ مدام نايا صحيح أنا علاجتها بس هي كانت من المرضى القليل اللي أنا تقربت منهم وأكيد وفيتها خسارة كبيرة قصدك انتحارها للأسف ما بقى ينفع للأسف دكتورة كان مفروض فيك تنبهيها من الأول لما توصل لهون وخصوصا إنك كنت عارفة بخبرية انتحارها كنت عارفة وقلتي له لجوزها نبهت المجرم بدل ما تحمي الضحية حضرتك يلي جيتي لعندي وطلبتي مني أقول إنه مدام نايا تعرضت للضرب لإمل زوجها وأخيرا تذكرتي من بعد شو المهم دكتورة أنا عم جمع أدلة ومعلومات ضد المدعو عاصم غريب تحملوا فيه مسؤولية انتحار صديقة نايا رح يتم التحقيق مع كذا حدا وحضرتك من الأشخاص رح يتم التحقيق معهم معك من اليوم لبكره تفكري او بتكوني طرف من الجريمه او بتكوني شهيد على المجرم تمام فارس اذا ما ظهرتي من هذا المغطس اعتبري حياتي انا وياكي خلصت اوكي ليلى فارس نورت القاهرة
الو. عرفت انك رح تكون بالمكتب، من وين بدك تروح؟ شو قررت ليلى؟ فارس رجع على البيت بنحكي بليز. انا من عندي الحكي خلص، اوكي؟ اذا عندك شيء انت تقوليه ويا ريت شيء جديد يكون، لانه كل حكياتك وليك صرت حافظهم بصم. اذا في شيء جديد كثير منيح، انا من عندي القصه انتهت. بس فارس نحن طول عمرنا بنحكي، انه شو عم بصير لك هلا؟ ليه قدم عند هالمره؟ ليك بشرفك خلص بدي نام لانه عندي قومه الصبح بكير كثير. يلا تصبح على خير، باي. برافو يا نور، بقالي كتير قوي مشفتكيش بالمنظر ده. يظهر ان التحدي بيجيب معاكي نتيجه. تحدي؟ تحدي ايه؟ مش فاهم. بقولك ايه، يا ناي لسه ما قالتش. مش عرفني. شكلها كده مش ناوي تيجي تاني. والله يا حر. طب والمشروع يا بنتي اللي احنا المفروض داخلين ننفذه ده، نعمل فيه ايه؟ انا اصلا هعتذر على المشروع ده. وفريدي بقى مستر كريم اصر. ساعتها انا ممكن اشارك في التنفيذ، بس بشرط. شرط؟ شرط ايه ده؟ التصميم ده عايز شويه تعديلات يا طارق. لا من ناحيه دي عندك حق، انا كمان ليا وجهه نظر في بعض التفاصيل كده. بالظبط، وانا ما تعودتش انفذ مشاريع انا ماليش راي فيها. انا مش تلميذه يا طارق. هي ما جاتش النهارده برضو ولا ايه؟ بينها اخذت قرار. ومستر كريم بقى رايه ايه؟ مستر كريم لسه ما وصلش. هيكون رايه ايه يعني؟ مش هيترجعه عشان ترجع. هو عمره ما غصب حد عشان يعمل حاجة. اشمعنى دلوقتي؟ اقول لك انا اشمعنى دلوقتي. عشان نايا مكسب كبير قوي للشركة، ومستر كريم ذكي جدا وتهمه مصلحة الشركة قبل اي حد، وهو عارف كويس قوي وجود نايا في الشركة دي يعني ايه. بجد؟ وممكن تفهمني بقى حضرتك ايه اهمية الانسة نايا في الشركة؟ ممكن طبعا. يعني دم جديد، ثقافة جديدة، ذوق مختلف، ورؤية مختلفة. ده غير بقى ان هي بتعرف تكسر التقليدي والمألوف. الله الله الله، ايه الكلام الكبير ده يا راجل؟ ده انت بقيت عظيم خالص. انت عارف احنا مشكلتنا ايه يا طارق؟ ايه يا عم؟ ان احنا لسه ما تعودناش ان احنا نعترف بنجاح غيرنا. بنجاح غيرنا ولا جمال غيرنا؟ الاثنين. يا خسارة، يا ريتك كنت موجودة يا نايا تسمعي الكلام الجميل ده، ما كنتش سبتي الشركة ابدا. صباح الخير. الحمد لله على السلامة، كنت فين يا شيخة؟ لقيتين عليكي. نايا رجعت الشغل، مش معقولة. بعتذر يا جماعة إني اتأخرت عليكم، بس كنت عم حضر الحلويات لحتى نحتفل سوا بمشروعنا بالشغل. وكل الكميات دي بقى أنتِ عاملاها لوحدك ولا إيه؟ أنا صار لي من الصبح عم بخبز فيهم. حلويات لبنانية دي؟
اتركوا المحل ونعملكم سوا مع استاذ كريم بالمكتب. يلا ساعدوني. طب يلا عني. يلا مشوا. يلا يا لوها. واحد يلا مش منكم عطية. هاي شفتها. تفضل اتنين. هي لقط يا خفيف. لدرجة إنه جبت لكم حلو لحتى كفين عن زنوبة. واو استاذ كريم وصل؟ لا لسه جاي في السكة. طب خلص لكن نحطه هنا لكن وصل. استنوا تحطوه هنا ليه؟ طب ما نحطه في مكتب استاذ كريم ونعملها له مفاجأة. فكرة تحفة. وانا هقعد معاهم جوه عشان محدش يلاقيش. بس ايه كل ده كتير قوي. ما انا حاسبة حساب كل الموظفين مش هيك اذا باقي شيء. ايه ده كله؟ تسألي الآنسة نايا. ماشي يا عم شلت. خدي دول كمان استني. ده لسه سيبت كتير. واو لا لا تستنيتك عم شلبي ما تبقاش تمشي عشان تاخد نصيبك من الحاجة الحلوة. خلي عنك أنسة انجي ما تقلقي حسيتي هوم بالسيارة تحت. يا حبيبتي يا نايا انت ما بتنسيش حد ابدا. يلا بينا. يلا تعالوا اتفضلوا. ده استاذ كريم هيتبسط قوي من المفاجأة دي. ومين ما يتبسطش من كل اطباق الحلويات دي؟ طيب الله بجد تري شيك يا نايا كلك ذوق. جرينجي هو انت مش عارفه الاستاذ كريم ما يحبش حد يخش مكتبه وهو مش موجود ولا ايه؟ بس ما اظنش ان هو هيتضايق لو شاف مفاجاه حلوه قوي زي دي. ما تحبكيهاش يا نو ولا ايه يا طارق؟ اكيد طبعا مفيش حد يتضايق مفاجاه جميله كده. دي بتعمل ايه؟ لا دي مش بتعمل حاجه. انا مستر كريم حط لي على السلامة. عامل ايه؟ اتفضل. الحمد لله تمام كله تمام. اتفضل يا باشا. هاتي بسبوسه. ليه؟ دي بسبوسه في المصري بس في لبنان بيقول عنها نموره. ايه؟ نموره؟ ليه بسبوسه؟ ممكن اعرف ايه بيحصل في مكتبي؟ صباح الخير يا فندم. صباح الفل. ايه رايك بقى في المفاجاه دي؟ يا ولاد الايه؟ ايه المسخره دي؟ ايه ده؟ مسخرة ايه؟ احنا مالناش دعوة والله. دي الآنسة نايا هي اللي عاملة الحاجات دي كلها بإيديها. يا سلام كنت عايزة تسيب الشركة قبل ما تعملي الحاجات الحلوة دي. طب كنت عملتيها وبعدين تسيب الشركة. طب عيب بس افتتح وقول لنا رأيك. سليم ما تضغطش عليا انت عارف انا راجل عامل دايت. دايت؟ طب انا عامل نفسي نزلت دايت ده. ده دايت لبناني. دي تحفة قوي بجد تسلم ايديكي. ما بقول لك ما تعلميني اعمل الحلويات دي ازاي؟ الا صح يا نايا قولي لي انت ازاي ما اتجوزتيش لحد دلوقتي؟ يعني هي العرسان اتعمت ولا انت اللي تقيله ومش عاجبك حد؟ لا ابدا. احنا عندنا بلبنان بيقولوا عن الوحده يلي مثلي انه بعدها تحت نصيبها. احنا عندنا بقى في مصر بيقولوا على الوحده يلي مثلي على ايه اتجوزك؟ لا انت حلوه عشقك ولا غنيه نهبك. عامة ما تقلقيش طول ما انت في مصر دلوقتي مش هتفضلي تحت نصيبك تاني ابدا. طب عن اذنكم بقى انا عايزه امشي. نوى استني مش تاكلي معانا ولا ايه؟ ما انت عارفني كويس استاذ كريم ماليش في الحلويات. لا استني استني نوع. دي حلويات لبناني يعني خفيفه جدا عشان خاطري. لا ما بحبهاش. بقول لك عشان خاطري مش عايزه. لازم اشخط. يلا يلا بقى عشان خاطري. طيب بقول لك عشان خاطري. تعالي اقعدي بس فطوري. مورك النموره لو كنت متوقعه غير هيك نهايه من اول لحظه وقبل ما تتوفى نايا الله يرحمها. فارس ما كان بده اياكي تتدخلي بحياتها مع عاصم. بس يا جماعه هيدا ظلم. انه معقول الواحد يعني يشوف الظلم قدام عيونه وما يعمل شيء؟ مش بس ما يعمل شيء يجبر غيره يسكت كمان. طيب ليلى انت شو بدك؟ شو بدك من فارس بالضبط؟ بدي يرجع البيت بدون ما تحط عليه الشروط. ما بعرف ليلى هيك ما رح يمشي الحال. صرت مأجل اليوم كذا موعد كنت اخذته كرمال قضية نايا. بس ماني مرتاحة. ماني مرتاحة في شي جواتي عم بقلي ما تتخلي عن صديقتك. وبذات الوقت وقت سألوني اليوم الأولاد الصبح عن فارس تأكدت إنه لا أنا ولا الأولاد بنعرف نعيش بلاه. شو ملاحظة إنك عم تصعبيها على حالك؟ بس أنا محامية وفارس بيعرف هذا الشيء. ليه عم يعمل هيك؟ بيعرف كتير منيح وهو فخور فيكي. بس ما بده اياكي تتدخلي بهيدي القضية بالتحديد لأنه ما راح يجيكي من وراها إلا وجع الراس.
اسمعي مني، ما تتعاطي بقضية عاصم لأنه أنت منك قده. سأليني إلي. ليلى ما تزعلي مني، بجوز تستغرب اللي رح أقوله. مع كل رأينا الفظيع بعاصم، بس هو بهالمرحلة إنسان ضعيف منهار مجروح، ما بدنا أنت كمان تزيد على قلبه. هلأ عاصم بنظرك صار مجروح منهار وضعيف؟ بالرغم من كل شيء ما فينا ننكر قدي بحبها لنايا. أنا بحياتي ما شفت إنسان بحب مرته مثل عاصم. شايفة نزي؟ لو بحبنا أدربة مع عاصم بحب مرته، شو كان بدي؟ شو بدك يعني؟ حبك على طريقة من الحب ما قتل؟ بعرف ما بتحبنا هالقد، ولا بدي إياك تحبنا هالقد. فينا نشيل المزح على جنب؟ ليلى، نايا ماتت، الله يرحمها، وعاصم الله لا يوفقه على كل شي عمله فيها. بس أنت إذا رح تكملي بهيدي القضية رح تخربي بيتك بإيدك. اسمعي مني، خدي التليفون وتلفني لجوزك، خلينا نظهر سوا، بركة نتغدى سوا غدا صلحة. ما تصدقي معزومين على الغدا إلا إذا ناوي تتغدى مرتين. ألو فارس، كيفك؟ يا ريت فيها الرحلة ما تخلص. بتحبي البحر؟ أنا والبحر رفقات، كنت سافر كتير لمدن بحرية مع أني مالي بنت بحر. كنت أحب كتير أقعد على الشط أتشمس انبسط، يعني فيك تعتبر إنه صار بيني وبين البحر عشرة علاقة رمل وملح. تلعب بالكلمات بشكل كتير كتير حلو، وإنت شاطر كتير بتحضير الأشياء. صار لي أكتر من صيف برسي قدام بيت خيك عاصم، بس ولا مرة لمحتك عم تزوري. كنت مسافرة. قلي كيف علاقتك مع عاصم؟ أصحاب ولا بس جيران؟ يمكن تستغرب شوي، بس ولا مرة صار في مناسبة والتقينا. لما صار مناسبة والتقينا حصلت هيدي الحادثة المؤسفة وعلمتن هيدا البوط. أنا عرفت إنه ناية انتحرت غرق، بس ما خطر لي أبداً تكون رمت حالة من على البوط. طيب من أي جهة بدها تكون رمت حالة؟ وكيف ما انتبهتوا لها؟ مش عن السطح، ولا كنا انتبهنا لها. طب كيف؟ في أوضة تحت إلى شباك بيطل على تاني ميل من هونيك. تسمح لي شوفها؟ أكيد، تفضلي. من هون. إيش؟ شو خطر لها تطلع من هون؟ لحتى ما حدا ينتبه لها. واضح إنه كانت عم تخطط للانتحار من زمان. مزبوط، هيدا يلي فهمناه بعدين. يا ريت كان عندي فكرة، يا ريت كنت بعرف، كنت يمكن ما خليتها تعمل هيك. ما كنت رح تقدر تعمل شيء صدقني. ما بعرف، بس يعني واضح إنه الله يرحمها نايا كانت راسمة الخطة بإحكام. يعني من وين بده يخطر لك إنه ممكن تطلع من هالشباك؟ معك حق، أصلاً كتير قليل يلي بيعرفوا إنه هيدا الشباك بيفتح على الآخر. مشان هيك ما تحمل نفسك أي مسؤولية. واضح إنه نايا كانت دارسة المكان على مهلها وعارفة من وين بده تطلع لتنتحر، وما حدا يحس بغيابها. المهندس طارق بيقول التحضيرات كلها جاهزة وفاضل امضتك عشان امر الصرف. امضي. اطلبي لي الان سنايا. حاضر يا فندم. بالعكس يا طارق، اقتراحك بمحله. بعدين انا اذا ما بدي استفيد من خبرتك كون غبيه. بالعكس بدي اتشكرك. يعني ما فيش حساسيه لا سمح الله؟ مالك يا عم طارق؟ عمالة تشكرك من صباحية ربنا وانت مصمم ان في حساسية؟
برأيي يا عم. خلاص يا عم سليم، حصل خير. ما هو يعني من الطبيعي كل واحد فينا يحط التعديلات اللي هو عايزها في المشروع. ما احنا كلنا هنشتغل فيه مع بعض، ولا ايه؟ لا معلش، بس بعد اذنك في فرق كبير ما بين كلمة تعديل وكلمة اقتراح. يا سلام، ممكن بقى حضرتك تفهمني ايه الفرق بين الاقتراح والتعديل؟ تعديل يعني في حاجة غلط، اما اقتراح يعني صاحبة المشروع تقدر تقبله او ترفضه وقت ما هي عايزة. اقتراح؟ طب ما انا اقترحت وايه يعني؟ يا جماعة مش رح نختلف. مني هي هيدا مشروعنا كله. مساء الخير. مساء الخير انجي. مستر كريم مضى امر الصرف ولا لسه؟ لا لسه بيدرسه، بس هو طالب يقابل الانسه نايا الاول. يبقى اكيد الميزانيه ما عجبتوش. بالعكس دي معقوله قوي. لا عادي يعني، ممكن يكون فيها حاجه تانية. هلا نعم. انجي اكيد ما كان معصب لما طلب يشوفني. لا ده كان طبيعي جدا. طب انتي قلقانه من ايه؟ ده استاذ كريم بيعزك جدا. تعالي. الله يستر. تفضل. خير استاذ؟ اتفضلي يا ناي، اتفضلي. في شيء؟ انت قريتي الميزانيه دي كويس؟ ايش في غلط؟ اقصد يعني قريتيها كلمه كلمه وحرف حرف. ايه بعتقد؟ طيب بصي عليها بصه كده. بصراحه مش عم بفهم عليك استاذ. طب قولي لي، هو اذن الصرف طالع باسم مين؟ باسم مهندس طارق. المشروع باسم مين؟ هلا فهمت عليك استاذ، قصدك انه امر الصرف لازم يكون باسمي، بس انا فضلت يكون باسم طارق باعتبار انه هو اقدم منا وعنده خبره اكثر منا. بسم الله ما شاء الله. لا مجنونه مجنونه. انت عارفه المبلغ اللي هيتصرف على اسم المهندس طارق قد ايه؟ عارفه، بس ما هو كله للشغل. استاذ كريم، انا سبق وقلت لك انه انا مني هون لحتى ربي اعداء، بالعكس لحتى اكسب اصدقاء. انا ما لي حدا هون غيركم انتم، انتم بالنسبه لإلي اهلي، ومشروعي هو مشروعنا كلنا، يعني مش مهم امر الصرف رح يكون باسم مين. لا مهم. هل تفتكري ان لو كان المشروع ده باسم المهندس طارق كان ممكن يتنازل عن حقه ويسيب امر الصرف يطلع باسم اي مهندس تاني؟ كل واحد منا عنده طريقته بالتفكير. وفي ناس يا نايا ما عندهاش تفكير بالمره. امبارح لولا المسج تبعولك كنت اوريدي اخذت قراري وخالصه. قرار ايه؟ كنت رح اترك الشركه. يعني عايزه تقولي لي ان الرساله هي اللي خلتك تغيري قرارك؟ مع ان هي رساله بايخه جدا ودمها تقيل. لا ابدا منا بايخه، بالعكس حسستني بالامان، حسستني اني انسانه العازب هالحياه. انت كده بتفتقدي الامان يا نايا؟ من زمان ايه، بس هلا لا. صدقني استاذ كريم، اذا بقول لك الامين هو اهم شيء بالدنيا. انا مش بس مستعده اني اشتري بامر الصرف يلي هو باسم طارق، مستعده اشتري بمال الدنيا كلها. انت طيبه قوي يا نايا. كلك ذوق. وهبله قوي. شو بدي اقول لك؟ كمان كلك ذوق. انت شايفه ان الميزانيه هتغطي المشروع من غير اي ضغوط؟ بصراحه استاذ نحن كتير ضغطنا على حالنا لحتى قدرنا وصلنا للحد الادنى. الحد الادنى على اساس ايه؟ هتصرفوا على المشروع من جيوبكم؟ هاتي هاتي، الكلام ده ما يحصلش في شركتي. وادي 20% زياده. كويس 20%؟ شو كويس؟ بتضيع العقل استاذ. ايه في شكرا يعني؟ شكرا استاذ، شكرا عن جد. بدي اقول لك انه انت اهضم واطيب واكرم انسان على وجه الارض، عن جد شكرا. ميرسي كثير، ميرسي 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 كثير عن جد. سيربريز، جبت لكم زياده 20%. برافو يا نايا، 100 100. ايوه بقى، هو ده الشغل ولا بلاش؟ كده احنا نقدر نتحرك براحتنا ونبقى حرين جدا. يلا بسم الله. Thank you.
مرحبا. انتي مانك شايفة انه كتير بكير على هالحركات؟ كنت برا عم اتمشى وبعد. بعرف وين كنتي. هذا اللي بده يجنني. من وين لوين لحتى تطلعي معه على القارب؟ امتى لحقتي تتعرفي عليه؟ كابتن جبران كثير محترم ابن عالم وناس. وانت شو؟ انا اختك. اختي اللي طمرت راسي بالارض وسافرت مع واحد صعلوق؟ عم تحكي على حدا صار بالسما؟ وهلا صرتي حره طليقه؟ تعملي كل شيء بدك اياه، كل شيء بيخطر ببالك؟ ولك شو بدك اياه يقول عني؟ مرته انتحرت واخته عم تطلع معي على القارب الليل. ليش بتفترض دائما انه الناس نيتها عاطله وبتظن فيك السوء؟ كابتن جبران كثير محترم وبيحترمك وبيقدرك ومرق أكثر من مرة لهون لحتى يطمن عليك، بس أنت كنت نايم ولهالسبب ما لقيت في أي مشكلة تمنعني إني رد له الزيارة. تردي له الزيارة؟ ليش كم مرة صار جاي لهون بغيابي؟ مو بغيابك، وأنت نايم. وأنا نايم. وأنا نايم. صارت مصيبة وأنا نايم. كيف بتسمحي له يدخل بيتي وأنا نايم؟ والله بهيك أزمة بدك تتوقع أي حدا يمرق عليك بأي وقت لحتى يقوم بالواجب، فما بالك إذا كان جبران يلي هو طرف أساسي بالحادث. يعني قصدك هو السبب؟ كلكم ما قدرتوا تعملوا شيء لأنه القدر هيك بده. أختي اسمعيني الله يخليك، أنا شخص غير اجتماعي، بكره المجاملات والمسايرة والأخذ والرد. عم تفهميني؟ أنت جيتي لهون لحتى توقفي جنبي وتساعديني، وهي البواب اللي فتحتيها سكرية لأنه ما لي خلق على حدا. بعتذر إذا زعلتك أسمع. حاسس راسي رح ينفجر، بدي أطلع نام وفي على راحتي. على راحتي. صحتين حبيبي. زدت لك تبولة؟ خلص؟ طب خليني انا بعد هاي بابا بس؟ زدت لك قرش؟ بعد بابا بس هاي خلص اكلك منيح. ثانك يو. خلصتوا حبيبتي؟ ليه ما بقيوا طيب على الغدا؟ لأنه معزومين. اه لطيف عليكي أنت. بس بدك بتخليهم لقبل الضوء وبس ما بدك بتقليهم بسرعة. شو مصلحجية؟ ليش مصلحجية؟ لأنه بديت العيلة قبلهم يعني؟ لا اكيد العائله بتجي اول شيء. رح نكسر العائله. اي حبيبي يلا يعني. يلا تبوك. صحتين. امبارح لو شفتهم ما كنت قلت لهم زيتهم. هدول اولاد هلا عم يلعبوا وياكلوا ويضحكوا. وامهم؟ امبارح اكتشفت قديش كركيبك مهم بحياتي يا سئيل. إن شاء الله ما تكوني رديتي كل شيء مطرحه. ما قدرت. برافو عليك، برافو. لكن لو عارف هالتغييرات كلها بدها تحصل كنت يمكن فليت من زمان. استرجت عيدة. طب بدك تردي؟ هيدي الدكتورة ندى. ايه؟ ما بيشرط تطريها هالقد. ما تنسى انك مهددتيها ورعبتيها. طب هلا برد عليها لكن وبقول لها انه استبعدنيها من التحقيق. لا ليلى. بتفهميها انه انت حتستبعدي حالك عن التحقيق، اوكي؟ نعم دكتوره. مدام ليلى، من اول ما حكيتي معي ولهلا وانا بفكر بيلي صار. وبما انه الامور وصلت لهون فانا صراحه عندي حديث كنت محتفظة فيه بيني وبين نفسي احتراماً لسرية المرضى يلي بعالجون. الحقيقة دكتورة سبقتيني أنت واتصلتي، كان بدي أحكيكي تقليك أنه أنا كمان بعد تفكير قررت أسحب حالي من القضية. حتى لو انسحبتي من القضية حضرتك لتاني مرة كنت عم تحطيني بموضع اتهام، وبفتكر صار لازم دافع عن نفسي وعن سمعتي. وبما
بجوز المعلومات يلي عندي تفيد. طيب لكن دكتوره ما تعطي الهم، انا بقرب وقت بلاقي حل للموضوع. عفوا بس ما فهمت عن شو عم تحكي مدام. بدي اعتذر منك اصلا دكتوره، انا فوتتك بكل هالخبريه وانا قريبا بحكيكي وبطمنك. مع السلامه. عفوا بس شو هو الموضوع اللي بدك تلاقي له حل للدكتوره يعني؟ ما الدكتوره وصلها تبليغ فوعدتها انه لاقي لها حل تستبعدها عن القضيه وهيك. الوفد الألماني وصل المطار يا فندم. هايل، لما يوصل على الأوتيل تبلغيني فورا. ها؟ حاضر يا فندم. إنجي أفندم، عايزك تطمين على الشباب في الموقع عاملين إيه والشغل ماشي إزاي. حاضر، هتصل بيهم حال. وأي مشكلة تحصل لهم هناك تخليهم يكلموني فورا، أي حد. ها؟ ما أعتقدش إن في أي مشكلة ممكن تحصل، ولو في أي مشكلة كانوا اتصلوا بحضرتك فورا. عموما حاضر، هتصل بيهم وأطمنك. قلقك يا فندم؟ لا 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 خالص، ما قلتيش الوفد الألماني وصل ولا لسه؟ ما انا قلت لك يا فندم انه وصل. قلتي لي؟ طيب اوكي، متشكر يا انجي. الو، ايوه يا طارق يا ابني، يا تعلي صوتك، يا تبعد عن المكان، مش سامعك. كل حاجة تمام يا مستر كريم، والورش كلها بتشتغل. أعتقد إن احنا هنسلم المشروع إن شاء الله قبل ميعاد التسليم، والنتائج هتكون هايلة. ألو مستر كريم، ألو صباح خير. هي صوتك واضح ما شاء الله، انت فين؟ لاني وقفت بعيدة عن الورشة. بعتذر انا اني ما سمعت الموبايل عم بيرن. قل لي استاذ كريم في شيء؟ لا 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 خير ان شاء الله. اصل الحقيقة انا كلمت طارق لما انت ما ردتيش علي، كنت عايز اطمن على الشغل. واطمنت؟ اصل الحقيقة في وفد الماني وصل مصر وهعمل شغل معاه اليومين دول، ويمكن اسافر معهم على دهب او على شرم، لسه مش عارف يعني. فده اللي هيخليني بعيد عن الشغل، فكنت عايز اطمن كل حاجه تمام. فيك تطمن استاذ، كل شيء ماشي مثل ما خططنا له، تروح وترجع بالسلامة. الله يسلمك. على كل حال لو احتجت اي حاجه كلميني في اي وقت. اكيد استاذ. واكيد طبعا تبلغي الشباب نفس الكلام، احتاجوا اي حاجه كلموني على طول. ها طيب اوكي، مع السلامه. ايوه انجي، سالتك عن الوفد الالماني وما رديتيش عليها لحد دلوقتي. معايا انت فين؟
استاذ كريم بده يسافر كم يوم مع الوفد الالماني وطلب مني اخبركم. ايه ده بجد؟ بسم الله ما شاء الله، ده انت عارفه كل حاجه. وقال لك مسافر فين بقى؟ على شرم الشيخ او دهب او هيك شيء. غريبه قوي، ما لسه مكلمه في تليفونه وما قاليش اي حاجه. بتعرف ما كان عم يسمعك مزبوط من ورا صوت المكانات، مشان هيك اضطريت روح شوي لحتى اقدر اسمعه ويسمعني. وبناء على ايه؟ ماشي، بس بده يطمن على الشغل قبل ما يسافر، وقال رح يضل معنا على اتصال. وعايزة تعرفي أستاذ كريم في أنهي أوتيل يا نهى؟ عشان في حاجة ضروري عايزة أتكلم معاه فيها، ما عرفش أتكلم معاه قدام نايا وسليم وطار. حاجة خاصة بالمشروع يعني؟ يا صبر أيوب، تقريباً كده. أيوة بس أستاذ كريم دلوقتي في اجتماع مع الوفد، وما أعتقدش إن هو هيسيب الاجتماع ويسمعك. لو سمحتي اديني اسم الأوتيل وأنا هتصرف. طب أقولك إيه؟ أستاذ كريم أول ما هيخلص اجتماعه هيكلمني على طول، أول ما يكلمني هبقى أشوف. لو هينفع تقابليها خليكي تقابلي. اوكي يا سلام، وانت فاكره نفسك مين اصلا عشان تقرري اذا كان ممكن يشوفني ولا ما يشوفنيش؟ انت حتى السكرتيره اللي طلعتي ولا نزلتي. اديني اسم الاوتيل لو سمحتي. طالما الموضوع كده بقى يا باش مهندسه نهى، انا مش هقولك هو فين، وبينزلي الشارع بقى نادي عليه باعلى حس عندك، يمكن يسمعك ويمكن تعرفي كمان هو في انهي اوتيل. عن اذنك. ايه يا انجي مالك صوتك مبلم ليه؟ مفيش، بس اصل الباش مهندسه نهى هتموت وتعرف انت في انهي اوتيل. اوعى تكوني عرفتيها انا فين. اياكي ودي تيجي برضو يا فندم، عيب. برافو عليكي. انجي انا عندي مشكله وعايز اخد رايك فيها. خير في ايه؟ الوفد الالماني اللي موجود معايا كل واحد جاب معاه مراته، وانا قاعد في وسطيهم كده بشكل مش لطيف ومش عارف اعمل ايه. عادي يا فندم، بتحصل كتير. الله يكون في عون مراتاتهم بصراحة. وأنا بناقشك في حقوق المرأة، بقولك قاعد لوحدي وكل واحد قاعد ومراته. فهمت، يعني أنت الأعزب الوحيد اللي ما بينهم دلوقتي مش كده؟ بسم الله ما شاء الله، بالظبط كده. أعمل إيه بقى؟ سهلة يا فندم، يعني حضرتك عايز دلوقتي حد يقف معاك في الموقف ده. بالظبط كده. بس تفتكري مين؟ زي الأنسة نايا مثلا، يعني مين ممكن غيرها تقوم بالمهمة دي؟ نايا تفتكري؟ تحب اسالها لك؟ كلميها، بس اعتقد ان هي تعبانه عشان كانت طول النهار واقفه مع العمال والنجارين. كلميها وشوفي يمكن. خلاص، يعني لو نايا تعبانه ونهى عليها الفيتو اجي لك انا يا فندم. بقول لك يا اسطى انجي، بقول لك عايز واحده ست تقعد معايا مش واحد صاحبي. الاحراج ده يا فندم، وبعدين من الاول ما انا قلت لك مفيش غير نايا. اكلمها لك؟ خلاص خلاص يا اسطى، يلا كلميها وشوفي هتقول لك ايه. يلا باي. اهلين انجي. ازيك يا قمر؟ ماشي الحال. كان يوم متعب مش كده؟ بعدنا على الشط. ربنا يقويك يا حبيبتي،
بس تعرفي انا متاكده انك هتعملي حاجه تكسر الدنيا. حبيبه قلبي انت، ما حدا غيرك بيعلي لي معنوياتي. قولي لي انت بتعملي ايه دلوقتي؟ انا هلا اخذت دوش وبدي احضر شويه تلفزيون وبدي ارجع نام، بكره عندي وعي بكير. يعني مش هتقدري تخرجي على العشاء النهارده مش كده؟ لا لا لا، عم اقول لك تعبانه ميته تعب. خساره. يلا هتصل باستاذ كريم واقول له ان انت اعتذرتي. ليش شو خصو استاذ كريم؟ اسكتي. مش طلع الوفد عباره عن الرجال ومراتاتهم؟ ايه شو يعني؟ وطلع هو الاعزب الوحيد، وهو دلوقتي في غايه الاحراج، مكسوف جدا وشايف ان انت الوحيده اللي هتقدري تنقذيه. انا؟ بصي هي حته عشوائيه صغنونه قد كده اهو، والنبي ما تكسفيه. ايه بس ليش انا؟ والله العظيم عرضت عليه خدماتي، بس في الغالب مش عارفه ليه هو مش مقتنع بجمالي. قال انا عايز واحده ست مش قسطه، وكان هيرفدني. ها هتروحي بقى ولا ترفد؟